السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعينا، يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة. في فيديو النهاردة هناخدكم في جولة سريعة داخل قصر رجل الأعمال وصاحب شركات كوتونيل باسل سماقية، غاية في الفخامة والأناقة والجمال، وهنكشف ليكم عن حجم ثروته الهائل جدا، وكمان من هم زوجاته، وتفاصيل كتير خاصة بهذا الرجل الذي تصدر الترند في الأيام الأخيرة. كل ده وأكتر هنشوفه في الفيديو ده، بس قبل ما نكمل الفيديو ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة، ضروري جدا علشان كل جديد يوصل لنا. باسل سماقية هو رجل أعمال سوري بارز، ولد في دمشق عام 1962، متزوج من سيدة أعمال مصرية، ولديه ابنة اسمها فلك وابن آخر. يعرف بأسلوبه الإداري الناجح واهتمامه بتطوير موظفيه، يشتهر بكونه مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة كوتونيل لصناعة المناشف والورقيات، والتي تعد واحدة من أكبر الشركات في مجالها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعد من رموز النجاح والإلهام للكثير من الشباب في العالم العربي. حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة عام 1984، وأكمل دراسته وحصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال عام 1988. بدأ مسيرته المهنية كمهندس في شركات والده في صناعة الورق، وكمان في عام 1991 أسس شركة كوتونيل مع شقيقه عاطف. حققت الشركة نجاحا هائلا تحت قيادة باسل سماقية، حيث توسعت عملياتها لتشمل 13 دولة في المنطقة، وتم إدراج شركة كوتونيل في البورصة عام 2005، وأصبحت واحدة من أكبر الشركات العربية المدرجة في الولايات المتحدة، وأيضا له استثمارات بمليارات الجنيهات في مجال العقارات. أما عن حجم ثروته فتقدر ب 2.8 دولار أمريكي، أي ما يقرب من 150 مليار جنيه. باسل سماقية هو رجل أعمال سوري ومؤسس شركة سماكو السعودية، التي تعتبر أكبر شركات الاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية. أما عن قصر باسل سماقية، ففي رمضان الماضي أقام سحور فخم جدا، حضروا كبار رجال الدولة ورجال الأعمال ونجوم وفنانين الوسط الفني، وظهر من خلال هذه الصور والفيديوهات التي تم تداولها فخامة القصر العملاق، الذي يعد من أجمل القصور في الوطن العربي، وبتبلغ مساحته 150 فدان، وكمان بيبلغ قيمته بحوالي 50 مليون دولار أمريكي. خالص أمنيتنا لرجل الأعمال باسل سماقية بمزيد من التألق والنجاح والسعادة. بكده يكون فيديو النهاردة خلص، ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة، ضروري جدا علشان كل الجديد يوصل لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم.